مافيا العدسة أشرف على العالم. وحدتي تصالحني مع أصالتي، هي الجسر الذي يوصلني إما أليفاً منوراً يعكس ظله الناعم على العابرين، أو متوجساً يعكس ثقلاً. المعركة في البداية هي معركة الثقافة، في زمن داعش وفي زمن التعصب وفي زمن البشر الذين يريدون أن يصادروا حرية المرأة وحرية المفطرين. فأي حرية شخصية لا بد من الشعر ولا بد من الإبداع ولا بد من الرواية. كل ما كان وكل ما لم يكن وكل ما ملكت إيمانكم من زاد ويقيني، لكن دعوها تكفنني وحيدة وتسر إلي بما لم تقله على سرير واحد، وأنتم تختلسون السماء لكي لا أنجو بمحبتها. هذه المرة الثانية اللي بنزور فيها صيدا عاصمة الجنوب، بدعم كريم من جي سي آي ومن الصديق الأستاذ عمر اليمن. بالحقيقة نحن أي نشاط مدني وإنساني بنشجعه، يعني الشعر منه غريب عن هذا الجو. هذه كلها روافد بتصب بنفس النهر، نهر الإحساس بالآخرين والإبداع والخلق والتكافل بين المجتمع. لبينا هذه الدعوة الكريمة من الأستاذ عمر، وقلنا الشعر هو عصب الحياة. شرف كبير تشارك بأمسية شعرية بصيدا، صيدا بوابة جنوب عاصمة جنوب. نقطة ثانية، صيدا هيدي هي بغناها، بتنوعها الثقافي، بحملة الدعم اللي أقيمت خصيصا لدعم الفقراء المحتاجين. هذا الشيء بخلينا إنه نحن فعلا نبني بعض بألف باب في هذه الجهات المعنية، في هذه الجهات اللي مسؤولة عن تطوير الفن والثقافة والعلم والموسيقى ومساعدة الآخرين. هذا الشيء ممكن بعتقد استمرنا بأكثر من جمعية وأكثر من صعيد عائلة من وين، ممكن نلتقي بلدنا محلات أكثر كثير من الدمار والخراب اللي عم نشوفه. هيدي ثاني مرة بشارك بأمسية شعرية بصيدا بتنظمها جمعية الجي سي آي. والحلو بهالأمسية الشيء الخاص اللي فيها هالمرة إنه حيروح رايعة لحملة تبرع بالدعم، وإنه إلها رسالة إنسانية. عمر اليمن رئيس جمعية الجي سي آي صيدون، الغرفة الفتية الدولية صيدون. نحن عم ننظم هيدي الأمسية الشعرية صيدا بتحكي شعر للمرة الثانية. نحن عم نقوم بهيدي الأمسية الشعرية والموسيقية حيث انه بيتخللها عدد من الشعراء، وهم زهرة مروي ومحمد ناصر الدين وباسل الزين والموسيقي طارق بشيشة. نحن عم نقوم فيها دعما لحملة تبرعات بالدم، حتقوم فيها جي سي آي صيدون بالتعاون مع جمعية اسمها دونيسون كونتي، هي حتكون بصيدا شهر الجاي واسمها صيدا سيفز لايفز، حتكون عبارة عن 5 أيام. حبينا نقوم بهيدي الأمسية الشعرية والموسيقية والسحور الرمضاني برمضان دعما لهيدي الحملة.